في بلدين في 2008 بالنمسا وسويسرا وبال 88 شوف المحاولة خطيرة هذه الكرة وتبقى خطيرة بالنسبة للمنتخب الكرواتي. أوه يا سلام على هذا الهدف، يا سلام على هذا الهدف، يا سلام على هذه الفرحة، الفرحة الكبيرة. المنتخب الجورجي يفوز على المنتخب الكرواتي، أقول يفوز، مستحيل أن المنتخب الكرواتي يعدل النتيجة. شوف الفرحة، شوف الفرحة، شوف الفرحة كم هي كبيرة، شوف المراوغة، التمريرة رائعة جدا والتسديدة ولا أروع ولا أروع، وهكذا التقدم للمنتخب الجورجي. شوف 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 كرة القدم، شوف كرة قدم. المنتخب الكرواتي كان أفضل، المنتخب الكرواتي كان أحسن، المنتخب الكرواتي بالنزعة الهجومية منذ البداية ولم يصل، بينما المنتخب الجورجي الشوط الأول كله دفاعي، الشوط الثاني عندما تحرك، لكن دخول هذا اللاعب مارتسا فالاتسي اللاعب رقم 19 وكذلك جوجوا رقم 14 وسيراتزي الثلاث لاعبين في محلهم، تغيير في محلهم. يشكر التيموري كيتسبايا على هذا التغيير الرائع عندما